خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدوار بقرية عرب العييدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه واستمع إليه. اللهم إنا نتوجه إليك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تصلح لنا أحوالنا، وأن تتقبل منا أعمالنا. اللهم يا ربنا، يا كريم يا حليم يا عظيم، اقبلنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة المباركة. نسألك يا ربنا من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا، نسألك في هذه الساعة المباركة أن نكون ممن تتنزل عليهم رحماتك، وتحفهم ملائكتك، وتغشاهم رحماتك، وتذكرهم يا ربنا في من عندك كما وعدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديثه الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن نكون كذلك في هذه الساعة المباركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي الطيبة أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، وقد حضرت إليكم إذاعة القرآن الكريم لتحيي وتقيم هذه الأمسية الدينية بدعوة كريمة من سيادة اللواء هشام فودة نائبا عن أهل هذه القرية الكرام. وحضرت إليكم إذاعة القرآن الكريم في كوكبة دينية وإعلامية متميزة، معنا أحد أعلام قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر له سعيه وأن يجعله في ميزان حسناته. أيضا معنا من أعلام مبتهل الإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل سعيه وأن يشكره وأن يجعله في ميزان حسناته. واسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ علام شعبان مدير إدارة أوقاف الخنكة بالقليوبية، وفضيلة الدكتور سعيد محروس من علماء وزارة الأوقاف
متحدثا معنا في هذه الأمسية الطيبة. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى بعزه وجاهه وكرمه وفضله أن يمن علينا جميعا بالقبول في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة الطيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ لقاءنا ونبدأ أمسيتنا بخير البدء. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. طبعا قبل أن نشرع ونبدأ في التلاوة للأمسية المباركة هذه الليلة بمناسبة وجودي بينكم في قرية العييدة، قرية ومسقط مولانا فضيلة القارئ العالم القرآني الشيخ عبد الله عمران، قبل أن نبدأ ونشرع في هذه التلاوة ندعو الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم أسكنه فسيح جناته، احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فله منا الفاتحة. عليه من الله سحاب الرحمة والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لنا الشرف أن نكون في هذه القرية المباركة، بلد الله يبارك فيك يا رب، منورة بالفاح يا حبيبي، ربنا يسحبك يا رب، بلد القرآن، ربنا يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الله 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 الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، مش هقعد اعيد كل آية، احنا في تسجيل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لفضيله الدكتور
من الله ما لا يرجون. يا جميل، الله أكبر عليك، يا جميل ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، كتابا موقوتا. الله 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 الله. ايوه كده ايوه كده كده كده. تعليق يا مولانا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. ولا تقل للخائنين خصيما. اللهم صل عليه. واستغفر الله.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب الله يحفظكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تقل للخائنين خصيما. واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. الله الله الله.
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم الله 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 الله
وكان فضل الله عليك عظيما. يا رب صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وعلمك ما لم تكن تعلم. يا رب كرمنا ولا تهنا يا رب. وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا الله.
وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر عليك. يا رب يفتح عليك. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. يهدي إلى الخلق الكريم فكن به عبدا تقيا وبالنقاء تقلدا، واملأ فؤادك من هدى آياته واجعل إمامك في الحياة محمدا. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله
ربنا والله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.